انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه تنزوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله هو اللي ضحك عليها وغواها. صدقني نقبض عليه ازاي يا ستي اذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقه دي هي اللي هتوصلكوا ليه، مش زي ما وعدتني حضرتك. هنتوصلنا من خلال مراقبتنا ان دينا موسى وابو طالب الصنهوري وطارق الصنهوري بيتقابلوا بشكل مستمر عند المحامي نادر عالم الدين. ده وضع طبيعي جدا، بنتهم عندها قضيه كبيره وطبيعي يتواصلوا مع المحامي بتاعها. هل في لقاءات مثلا مع دينا وابو طالب او دينا وطارق او تحركات مريبه ليهم؟ لا. طلعت بايه من مراقبه التليفونات؟ المكالمات كلها عاديه، كلهم بيدوروا على هايدي وخصوصا ابو طالب وطارق. طارق بقى بيشك ان المحامي نادر عارف مكانها. طب دخلت كويس جدا، خليك ماشي وراها. في تاني جديد؟ امبارح حصلت حاجه غريبه، انتصار النوتي الدادة بتاعت هايدي راحت لابو طالب البيت. وبعدين؟ والله هي ممكن تكون زياره عاديه، يعني محتاجه مساعده، خصوصا ان احنا عرفنا ان هي اشتغلت في مستشفى عشان ظروفها صعبه. بس ممكن برضو تكون هي همزه الوصل ما بين مروان ونجوان في اليونان وهايدي وابوها هنا، ويكون موضوع المستشفى ده مجرد تمويه. فانا فكرت ان انا اطلب من النيابه مراقبتها. احنا هنراقب مصر كلها، كشف المراقب على اللي عندك، ولو اللقاء دي قررت تاني مع الدادة نبقى نراقبها. الا الابحاث العلميه اثبتت ان الطف راجل في التعامل مع الستات او الرجاله هو الراجل بتاع السيدات. ده مش كلامي انا يا هانم، ده كلام علمي معروف. بس هو بيني وبينك برضو الراجل اللي بيتنطط من دي لدي لدي مش كويس كده، بيجي له امبيانس في البروجكشن. انما لو الراجل يركز، عارف حضرتك زي ايه؟ زي الطياره لما تبقى طايره بتلف العالم كله قبل ما توصل المطار بتهدي عشان ترتاح بقى. عندك حق. صباح الخير. اهلا اهلا يا سيدي. الساعه 12 الظهر، 12 الظهر. انا على فكره بقى سهراتك دي ما بقتش مريحاني. قول له والنبي الاحسن انا ريقي نشف معاه. ما هو انا لازم اسهر علشان انسى مشاكل سيادتك ومشاكل بنت سيادتك. يعني احنا نبطل مشاكل وحضرتك تبطل شغل؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ رجاء من فضلك قولي البنت تعمل لي قهوه وشوفي ابو طالب بيشرب ايه. لا لا انا شربت مرتين كفايه. لا لا ما ينفعش، لازم حضرتك تشرب حاجه معانا. انا معايا شربي، انا لازم. دكتور قال لي زيئين في النهار. زي لا شكرا. خير يا باشا. ايه ده؟ دي ارقام نجوان. انا عملت سيرش على الرقم ده لقيته في اليونان. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما هتشوف الورقه دي هتقولي خلاص القضيه خلصت. برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه، يبقى القضيه خلصت. يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان، خلاص كل حاجه اتعرفت، كل شيء خلص، الموضوع خلص وانتهى. سيادتك فاكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الاموال العامه اول حاجه بتعملها بتحدد مكانه على الكره الارضيه، وطبعا عرفوا ان هو في اليونان، واليونان مفيش اتفاقيه تسليم مطلوبين بينها وبين مصر. بلغوا الانتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج، بس طبعا اخينا التاني مذاكر وفاهم كويس، ولو قرر انه يخرج من اليونان مش هيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقيه تسليم مطلوبين. يعني ايه؟ يعني الورقه دي طز ملهاش لازمه؟ مفيش حاجه ملهاش لازمه بيه. بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق تروح على فيلتك بسرعه علشان تتابع اجراءات التحفظ. تحفظ ايه؟ عرفت انه من حوالي ساعه صدر قرار من النيابه بالتحفظ على املاكك. املاكي؟ مش متسجل باسم حد بس شغال. انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها؟ طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره. انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي قشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي.
ما شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستأذني؟ اوضتك؟ اوضتك ده مين يا حلاتة؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي اوضتي وما اوضتي يا اختي، وقعت رخره كده. ابعدي كده عنها اهو. الا خبط ايه؟ ليه ان شاء الله داخله دوره الميه؟ شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي، بس معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر، واكيد هلاقي طريقه اتقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي مين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما يصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده؟ ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انتي واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انتي لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا بارده يا سيد غلتي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من انا ازحي وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي، وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استني يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي، واعمل لها شوب عنبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى حاجه، سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايح يا شوي، هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فنك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست الكتكوتة في وشنا فلميناها، خارجة نفشة ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا باردة؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضين مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض، انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت شويه يا قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه يا بنت في خرجتي يا دي البنت اخفى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى ايوه حاجه رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هاجي لك سكه طوال يا بيه، معلش يعني ما تاخذنيش، الناس بقت تعبانه كلها مخنوقه مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش، وانا ورايا يا بيه بجاج ما يشدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه.
حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا ام انزلي بعد اذنك وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايه يا كاريا؟ ايوه ايوه. زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه، انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها. بقول لك ايه، مانيش حمل الدلع الماسخ ده، مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه، انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك، وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعها، شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها يا حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي، ايه انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره، المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم، الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك، انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس، ممكن تسكت؟ لا محدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف ساعتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده، فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه غير الموت؟ خلاص بقى خلاص. انا بحبك انتي وعايزك تعرفي ان كل ده ولا حاجه، وهثبتك ده في اقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي يلا باي باي. دوبوريني. اشرب يا ابن عمي شويه شوربه، مش هقول لك بقى اشرب. ان شاء الله انا يا صاحبي. مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما شوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوق، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع يا جدع. إزاي بقى يا صاحبي؟ أمال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح أخته هدية، بس أنا يا صاحبي مش هقول لك، كشمت لهم. أه والله أنت بتضحك على إيه؟ بقول لك كشمت لهم، وهم كبروا لي يا صاحبي وقالوا لي هنأجل الفرح لغاية ما كباكي يقوم بالسلامة. أنت عبيط يا سوكا، أنت عبيط؟ ما تنزل ياض تغني وتشوف أكل عيش، لو أنت هتفضل لازق لينا 24 ساعة، انزل ياض اخفي من وشي ساعتين تلاتة، وبالمرة تجيب لنا مصاريف الأكل والشرب لحد ما أقف على رجلي. لا يمكن. إيه لا لا يمكن يا كباكي، أنا غني وأنت بالحالة دي؟ لا يمكن، أول ما تخف إن شاء الله أبقى ابتدي أغني. ما تنشف ياض في إيه؟ وأنا مراتك وقاعدة حامل، في إيه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعة دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضلي أي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس إن الجرح عفن. لا، ما أنا مش هبيع بنتي، بس أنا كمان لازم أشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير إن أنا واحدة منهم، مالهاش حتة شغال. بس انتي ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولا شك تعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها او خطفها معاه. وهي حبت انا امها، الطمع مع قلبها قتل على ابوها، ما ملاش عينها غير التراب. بس انا بنتي ما تعملش حاجه وحشه ابدا. ايوه انا اللي مربياها، انا اترجيت استاذ ابو طالب بيه، قلت
له ما تأذيهاش. قال لي طمني انت صعب مش هنأذيها. الراجل ده انا معاشرها من سنين. وصحيح يعني بيسيبش ازازه المنكر من ايده. بس راجل حقاي. اي والله العظيم احسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجاده. ما جرى ايه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاجر انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيمه بس اصل انا والله كنت تعبان. لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه. انا خلاص بقيت كويس بعد اذنكم. اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي شدي حيلك واستحملي شويه. انا مش قادره يا نادر مش قادره خلاص. انا بنهار بجد. انا بعد الصدمه اللي اتصدمتها كان المفروض اسافر في حته اقعد في اوتيل في سناتوريوم اعمل نقاهه لغايه مرتاح واهدى. انما انت مش متخيل الوضع اللي انا فيه. انت مش متخيل انا عايشه فين ومع مين. دي زريبه يا نادر. ولا لا الزريبه ارحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي بس للاسف. ما تديني ميعاد يا نادر. مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه. اسبوع اتنين تلاتة شهر. فهمني القضية دي ماشية ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوة هايدي بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل. مش تعملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك. ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف ده القانون. حكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين لا ده سنين. وبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم. فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت. أنا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان أخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه. والوضع الأسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي أنا باخد منك فلوس عشان أقولك. ألو ألو هايدي ألو. لا طبعا في مشكلة. أول حاجة كان في خطورة على حياة صاحبك. تاني حاجة انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى. تالت حاجة بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين وده في موظف مدي عليه عهدة يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمة بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحدة واحدة بس يا ملك الرحمة. انت اول حاجة كباكي ما فيش خطر على حياته ده واد بسبعة ارواح. وتاني حاجة دي مستشفى حكومية هدفع لك الفلوس كلها على دائرة تعريفة. وبالنسبة للكرسي هجيبه لك وعينيا الاثنين وفي بوسة حنك كمان. بس يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذة كده في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. من الاخر كده انت عارف ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غلى على الجرح لا على الحقن. اي حد اديها له وانا ممكن اديها له بس يعني مش اي حد غلى على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى. واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده صح. اخص عليك يا ابله. ايه الافلام اللي انت اللي بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر الحلواني الجدعانه الشهامه الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم دي ست كبيره بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه امي دي ست طيبه جدا 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 كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه اي سر عندك قولوا لها لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس ام سوكا يا عسل الام المثاليه ام سوكا حبيب قلبي وحشاني يا ام. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني. اما دي قبل هاجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح. يا اما كلمتك يا اما ولا زدتك على طرف. وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه وانا مالي ومال العالم دي اساسا يعني. وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح وهو جدع وقاعد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه
ومن الاخر دي شغلتها بقى يا ام. شغلتها يا شغلتها. اي هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا ام، تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم. ابله هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا، انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل. بس اقول لك يا واد، لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا واد. تعالي يا واد اتفضلي. اتفضلي يا ابله هاجر. استنى يا واد، الحاجات ده هي دي احنا هنسيبها كده اهو تسرق يا واد. مش هتسرق يا ام، انا هي الاثنين. يا شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام، اهو يا ام، خلصيني يا ام. وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد، يلا يا ام، بسرعه يا واد. يلا يا ام، يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام، يلا. انت والله ولا كوز العسل. اه يا بنت، انت عارفه حارتنا ده اهي كلها كده على بعضها، مفيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا ربي، ملائكه عذاب. يا نونا، فين من ايام شهر العسل ما كلتش الحمام الحلو ده من ايديكي؟ ليه يا نونا وليه؟ ليه حرمانه منه ليه؟ بالهنا والشفا يا سلمتي. انت بتتعب يا اخويا، رم عظمك. انا لولا بس شغل البيت وهديته ليومات يطبخ لك الزفر. من كانت الحكايه كده، انا جبت خدم وحشم يقوموا بشغل البيت وتتفرغي انت لحاجتين بس. ايه هم؟ المطبخ واوضه النوم. انا لا عاوزه خدم ولا حشم. مال عاوزه ايه يا نونا؟ انا عاوزه راجل. ايه راجل؟ مال انا ايه؟ طرف الدولاب؟ وانت يعني يا راجل ترضالي ان اللي اسمها كوريا دي كل ما تشوفني تمرمط بكرامتي الارض وتهزقني؟ ايه ولا يهمها كبير ولا صغير، لا راجل ولا حرمه. عملتك ايه بنت المدس دي تاني؟ سدت نفسي على المشا. هقول لك ايه ولا ايه؟ ولو حكيت لك يعني هتجيب لي حقي؟ تلت ومتلت، وخليها لما تعد عليكي تديكي تعظيم سلام. امال ايه؟ ولو ما حصلش الكلام ده قولي عليا مره. فاشر، ده انت راجل وسيد الرجاله. يعني هقوم اغسل سناني بالفرشه والصابون يا نونو؟ خليك، ما تفرقش. انا نفسي افهم يا بنتي يا هاجر، انت ايه اللي عاجبك في الشغلانه دي؟ مالها يا خالتي شغلانتي ده، انا بحبها قوي. يا سلام. طب قول لي انت يا كبداكي، قول لي انت شاهد على زمان البت دي بتحب الشغلانه دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاصه؟ انا هقول لك يا خالتي انا بحب فيها ايه. هات دراعك. بالراحه. يتحب فيها ان هي بتخفف وجع ناس كتيره قوي، وممكن تنقذ حياه بني ادم امه تموت لو جرى له حاجه، ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده. بالراحه بالراحه. ده انا اتحشرت بقى يا خالتي. شوف، هات ايدك بقى. شوف شوف بس. انا قلت الكلام ده من قبل كده، هو ان دولت شغلانتهم الكلام وبس. يا مزوكا في ايه؟ ده دكتوره قد الدنيا. سيبك منهم يا هاجر، دي عالم جهله ما تعرفش حاجه. انا وانت متعلمين زي بعض، ما تشوف امك يا سوكا. يا كبداكي، ما انا برضو اللهم صل على النبي واخد الاعداديه ومكمل بقيه تعلمي موهبه. تسمع حاجه من الموهبه؟ لا احنا حنان. حاجه صغيره بس. لا حنان حته قولي. ودارت الايام. اسمع الموهبه، اسمع الموهبه. لا 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 انا بعشق أكان ترارا، وأنا كل لك أنا أنا أنا. هاي نادر، هاو ار يو؟ جود. ايه الاخبار؟ تمام. ايه رايك بقى في الجو؟ تعرفي اخر مره حضرت حاجه زي كده كنت في الجامعه. لا. بقول لك ايه، طول ما انت بتعجز نفسك هتفضل عجوز. عيش 18 سنه هتفضل طول عمرك 18 سنه. اوكي بص بقى،
انا حطيتك في دماغي. هتسيب لي نفسك خالص، هخليك تعمل حاجات عمرك ما عملتها في حياتك. اوكي؟ اوكي. يلا بينا. Hello. Where is the store owner? Oh. Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Please. Have nice to meet you too. Thank you. Thank you very much. Without into details, this is my lovely girl. And her birthday is coming after 2 weeks. Actually, I made her angry from me lately. And I want to make it up to her by buying the largest and the most beautiful diamonds on earth. This is very nice feeling from you, sir. But how much money you want to spend? This is a check for €500,000 as advanced payment. But importantly, you must bring it within 2 weeks, please. Okay, consider me as your agent all over the world, sir. And I'll get you what you want in time. Thank you very much. You're welcome, sir. استنى عندك. انت ازاي هتخرج من غير ما حتى تقول لي باي؟ قلت لك استنى عندك. نعم يا رجاء. نادر، انت لازم تفهم اني انا مش عجوزة. انا من حقي اعيش حياتي بالطريقة اللي انا شايفها صح. انا رحت بارتي مع واحده من صحابي من شله النادي، انت نفسك كنت هناك، يعني لا هو كباريه ولا بار من اللي حضرتك بتسهر فيه كل يوم لحد وش الصبح. نادر، انا اختك اللي ربتك، صحيح الفرق بينا مش كبير، بس انا بعتبرك زي ابني. انا عمري ما ندمت ولا هندم على اني ضيعت عمري وشبابي وحياتي كلها عشانك. عارف امتى بقى هندم؟ لما تعاملني بالطريقه دي وما تقدرش اللي انا عملته عشانك. اه لا مش معقوله، احنا تعبينك معانا يا ابله والله. طب والشاي؟ معقوله؟ ربنا يخليك يا ابله. يلا بالسلامه. بالسلامه بقى. قالت لك ايه يا عم روميو؟ لا يا صاحبي، الموضوع صعب قوي يا صاحبي. بتقول لك تاخد 6 حقن شرجيه يوميا وكوبايه شاي واحده. طب والحشيش؟ لا الحشيش لا، ده معقم يا ابن عامل الجو. طب كويس. مين؟ افت. ايه ده بقى؟ الف سلامه عليك يا هيمه، الف سلامه عليك. نهار ابوك اسود، نهار ابوك اسود يا نوال. انت ايه اللي طلعك هنا؟ انت عايزه تلبسينا؟ الله، جرى ايه يا كبداكي؟ ابن حتتي وجاي ازوره وهو تعبان. ده على اساس اني راقد في دار الفؤاد؟ بقول لك يا استاذ، هنا انا بقى عشان الموضوع يطول. ايه بقى؟ فين يا ابن الهبل؟ اقف مكانك اوعى تتحرك. وانت يا نوال، لا شكر على واجب، انا مش ناقص حوارات مع كوريا. يعني ايه يا كبداكي؟ يعني بطلنا اللي يعطلنا، ولو عوزتي حاجه بعد كده بطلبيني في التليفون. والعمود ده يا اخويا ابقى ابعته لك ازاي؟ في رساله؟ العمود ده نوال تحطيه في ايد اي عيل من تحت وهو يبقى يجيبه لي، ما تطلعيش انت تاني. ماشي يا هيمة، انا الغلطانه. سلام. سلام يا اختي. سلام يا اختي. اقفل الباب. ايه ده بقى؟ كنت فوق بتعملي ايه يا مرنتي؟ انا جاتني شويه افكار كده قلت اعرضهم عليك. اوي اوي، اتفضل. اولا بالنسبه للقضايا اللي رافعينها الموظفين في الشركه ضد عايدي بنتي، انا عايزك توقع عقد معاها بتاريخ قديم انها بعت لي الشركه وملهاش فيها اي حاجه. اذا كل القضايا دي هتتحول ضدي انا، هيبقى ما فاضلش غير قضيتها الاساسيه دي. طريقه تفكير سليمه، بس الا ربع. ايه الا ربع دي؟ ازاي يعني؟ ابو طالب بيه، لو حضرتك اشتريت الشركه من هايدي قبل تاريخ القرض، فمعنى ذلك ان هايدي مقدمه للبنك ضمانات وهميه،
ومزوره في اوراق رسميه، ودي تبقى قضيه تضاف لها. اما لو اشتريت الشركه منها بعد تاريخ القرض فده ما ينفعش قانونا، لان البنك حاجز على الشركه، فاي بيع يحصل منعدم كانه ما حصلش. سبحان الله، انت دكتور في تقفيل السكك. انت جدع معانا ولا مع التانيين؟ مع التانيين ازاي بس يا ابو طالب بيه؟ الحاجه التانيه ان مدير البنك صاحبي وبتعامل معاه من 20 سنه، ده فين من ايام ما كان محاسب بيصرف شيكات. انا ممكن اقعد معاه واعمل تصالح. اهو ده تفكير سليم 100%، بس تفتكر هيوافق؟ هي محاولة. ودي العلاج حيط تحت ايده يا خالتي السيده، حيط تحت ايده يا خالتي السيده، بس يا سندس شيلي رجلك من جنب النعمه، لربنا يسخطك قرد وانت قاعده. الهي ربنا يسخطك انت بعزة كده، ربنا يسامحك يا سندس. وانت مالك يا اختي عدلنا كده ليله شغله ولا مشغال؟ ما تقومي تصبيني الحاجات دي ولا تجيبي لك جردل ولا شرشوبه من جوه تسقي الصاله، ما انت قاعده فيها زيك زينا والقعده شكلها مطول. يبقى ايدك بايدينا بقى يا اختي. انا داخله اتلايف من ريحه وهم الحريق، عايز اخرج عليكي وضبطي الدنيا. ها ما تمشى شفروكه بك. اوعي يا سندس افندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمه.